وجه النجم السوري الكبير عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي ضربة قاضية إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر في سباق الأرقام القياسية بدور المحترفين السعودي. والسومة انتقل إلى دور المحترفين السعودي في صيف 2014 عندما انتقل من القادسية الكويتي إلى الأهلي في الوقت الذي وصل فيه حمد الله إلى المملكة في 2018 قادما من الريان القطري ليرتدي قميص النصر. ونجح النجم السوري الكبير في تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام العين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021. وبهذه الثلاثية الجديدة أصبح عمر السومة يملك في رصيده 8 هاتريك في دور المحترفين السعودي متخطيا حمد الله الذي في رصيده 7 هاتريك حتى الآن. وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في دور المحترفين السعودي: أولا عمر السومة ب8 هاتريك، ثانيا عبد الرزاق حمد الله ب7 هاتريك، وثالثا ياسر القحطاني ب5 هاتريك هو ومختار فلاتة. جدير بالذكر أن عمر السومة وصل إلى هدفه 125 على بعد هدفين فقط من كسر رقم ناصر الشمراني كأفضل هداف في مسابقة الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009. يبدو أن إحدى الصفقات القوية التي سعى نادي النصر من أجل حسم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة باتت مهددة بالفشل بعد دخول أندية أخرى على الصفقة. والنصر دخل الموسم الرياضي الحالي 2020-2021 ب12 صفقة جديدة هم أمين بخاري، علي لجامي، عبد الله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جنسو، عبد العزيز العلاوي، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، ورائد الغامدي. وتقدم نادي النصر بعرض رسمي إلى سانتوس البرازيلي للتعاقد مع مدافعه الشاب لوكاس فيرسيمو من أجل تدعيم صفوفه في يناير. وخرج المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي بنفيكا للتعليق على رغبة النصر في التعاقد مع لوكاس فيرسيمو مؤكدا عدم وجود مقارنة ممكنة في القدرات المالية. وتابع خيسوس أن المدافع البرازيلي ممتاز ويستحق التواجد في الدوريات الأوروبية، ولكنه إذا نظر للجانب المادي سيذهب بالتأكيد إلى نادي النصر. وأشار إلى أنه يريد ضم فيرسيمو منذ اليوم الأول له مع بنفيكا، لكن هناك صعوبات كبيرة عندما يكون لديك منافس من الجزيرة العربية في التعاقد مع لاعب، وذلك لأنك لن تكون لديك أي قدرة على الحسم. وغير بعيد عن النصر، كشفت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادي النصر ترغب في استقدام حكام أجانب خلال مباراة ديربي الرياض أمام غريمه التقليدي الهلال. ويستضيف الهلال نظيره النصر الاثنين الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت تقدمت بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم من أجل استقدام حكام أجانب خلال مواجهة الهلال. وأوضحت أن طلب نادي النصر يأتي بعد امتناع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عن تقديم طلب رسمي لإحضار حكام أجانب رغم خوض اللقاء على ملعبه. بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بسبب قرار رازفال لوشيسكو المدير الفني بإبعاد مدافعه متعب المفرج عن تشكيلته الأساسية في لقائه الأخير ضد الاتفاق في الجولة الرابعة من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم. وقرر متعب المفرج عقد اجتماع مع لوشيسكو خلال الساعات المقبلة
لمناقشته في مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل رغبته الحصول على فرصته كاملة طالما كان في مستوى فني جيد، خاصة بعدما اختار العودة من جديد للهلال بعد إعارة على الرحيل لنادي آخر بناء على طلب الجهاز الفني في الموسم الجاري. وشهدت كواليس الزعيم غضبا من جانب اللاعب بسبب التسريبات التي أشارت إلى استبعاده من لقاء الاتفاق لأسباب فنية، وهو ما دفع المفرج للتفكير في الجلوس مع المدرب لمناقشته في أي مشكلات فنية يعاني منها وكيفية تلافيها في المرحلة المقبلة، سعيا وراء الحصول على فرصته كاملة في المشاركة أساسيا. وكان متعب المفرج لاعب معارا في العامين الماضيين مع الشباب والتعاون، وظهر بمستوى جيد قبل العودة من جديد إلى الهلال. ويرتبط الهلال حاليا بالإعداد لقمة 23 من نوفمبر الجاري المنتظر أن تجمعه مع النصر في الجولة الخامسة من عمر الموسم. ويتصدر الهلال حاليا قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط. وغير بعيد عن الزعيم، ساخر مدير الكرة السابق في نادي النصر سالم العثمان من انضمام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حبيب الوطيان لقائمة المنتخب الوطني المستدعى لمباراة جامايكا الودية. وأعاد العثمان تغريدة فيها قائمة المنتخب الوطني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها بالتوفيق لكن من هو حبيب الوطيان؟ ورد حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني السابق محمد الدعيع على تغريدة إداري النصر السابق قائلا: هذا إن شاء الله مستقبل الهلال يا سالم. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.